هنبدأ معاكم جولتنا الرياضية مع رابطة الأندية المصرية المحترفة اللي بعتت خطاب رسمي لأربع فرق مشاركة في دور تمهيدي لكأس الرابطة. الخطاب أختارهم بميعاد إجراء قرعة بطولة كأس الرابطة واللي هتكون يوم 9 من الشهر الجاري، وبداية مباريات البطولة يوم 19 من نفس الشهر. المسؤولين في اتحاد الكرة كشفوا أن مباريات دور الثمانية المؤجلة لبطولة كأس مصر موسم 2021-2022 هتقام بدون حضور جماهيري، وأعلنت إدارة المسابقات مواعيد مباريات دور الثمانية المؤجلة لبطولة كأس مصر، واللي جت كالتالي: يوم السبت 26 نوفمبر 2022 الزمالك هيواجه المصري على استاد برج العرب الساعة 5 مساء، ويوم الأحد 27 نوفمبر الأهلي هيواجه المقاولين العرب على استاد السلام الساعة 5 مساء، والبنك الأهلي مع بيراميدز على استاد القاهرة في نفس الميعاد. هيبدأ محمد عبد المنعم مدافع النادي الأهلي تدريبات منفردة النهاردة، وقال الدكتور أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي لفريق النادي الأهلي إن محمد أجرى جراحة إصلاح اعوجاج وكسر في الأنف، وده كان تحت إشراف أحد الأساتذة المتخصصين في جراحة الوجه والفكين. وحصل محمود عبد الرازق شيكابالا قائد فريق الزمالك على راحة من تدريبات الفريق الجماعية اللي هترجع النهاردة لحين شفائه من الإصابة اللي تعرض لها بكدمة في الكتف خلال مواجهة إنبي الأخيرة، وسمح الجهاز الطبي للزمالك شيكابالا بالحصول على راحة من المشاركة في تدريبات الجماعية، ده مع إمكانية خوض بعض التمارين الخفيفة. واصل المنتخب المصري لكمال الأجسام حصد ميداليات في منافسات بطولة العالم اللي بتتلعب في إسبانيا في الفترة من 2 لحد 8 نوفمبر الحالي، ونجح المنتخب في حصد 3 ميداليات برونزية جديدة امبارح حصل عليها بطل العالم أحمد أبو جنة وزن تحت 70 كيلوغرام، ومحمد نوفل وزن تحت 80 كيلوغرام، وفي وزن الثقيل البطل أحمد طه، ليبلغ إجمالي ميداليات لمنتخب مصر لكمال الأجسام 7 ميداليات متنوعة، 3 ذهبيات و3 برونزيات و1 فضية، بالإضافة إلى مركزين الرابع والخامس. النجم النرويجي أرلينج هالاند مهاجم فريق مانشستر سيتي اتصدر قائمة الأعلى قيمة في العالم، وقدر هالاند يتفوق على النجم الفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان اللي فضل متصدر القائمة خلال الفترة اللي فاتت. وأعلن موقع ترانسفير ماركت المتخصص في تقييم اللعيبة أن هالاند وصلت قيمته التسويقية ل 170 مليون يورو. والحارس البرازيلي ألسون بيكر تم تتويجه بجائزة أفضل لاعب في ليفربول الإنجليزي عن شهر أكتوبر اللي فات باختيار جماهير النادي. وتم تتويج النجم البولندي روبرت ليفاندوسكي مهاجم برشلونة بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإسباني خلال شهر أكتوبر اللي فات، ده بعد المستويات المميزة اللي قدمها مع الفريق الكتالوني، وتفوق ليفاندوسكي على الفريق أو على الفرنسي أنطوان جريزمان نجم أتلتيكو مدريد وفيلفيردي لاعب ريال مدريد في سباق الحصول على الجائزة. كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني حصل على جائزة أسد الرياضة لعام 2022 في الحفل نظمته صحيفة إسبانيول الإسبانية واللي بتحتفل بالذكرى السنوية 7 لتأسيسها. بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي اتكلم عن مباراة فريقه قدام فولهام في الجولة 15 من بطولة الدوري الإنجليزي، وقال جوارديولا: اعتزال بيكي خبر صادم لمحبي كرة القدم، اللاعب كان هنا في إنجلترا مع مانشستر يونايتد في سن مبكر، وكمان قدم مسيرة مذهلة في إسبانيا مع برشلونة، واتمنى له التوفيق، كان لاعب كبير وهيكون مستقبله مشرق لأنه شخص ذكي وتدريبي له شرف كبير. وعن مواجهة مانشستر سيتي لفولهام النهارده، قال بيب: عندهم مدرب استثنائي وغير متفاجئ بوجودهم في مراكز متقدمة في جدول الدوري. امبارح وفي افتتاح الجولة 13 بالدوري الألماني، فريق بروسيا مونشنجلادباخ فاز على شتوتغارت 3-1، وبكده بروسيا رفع رصيده للنقطة 19 في المركز السابع، وقف رصيد شتوتغارت عند النقطة 11 في المركز 13. وبكده خلصت جولتنا الرياضية النهاردة، هرجع مرة تانية لأحمد وبسنت علشان نكمل معاكم فقرات صباح الخير يا مصر.